أسعدت مساء المشاهدين عبر شاشة الفجر الجديد في نشرة الأخبار لأبرز الأحداث على الساحة الكرمية ضمن برنامج طول كرم اليوم، حيث اعتصم عدد من أهالي الأسرى في محافظة طول كرم أمام مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر تضامنا مع أبنائهم القابعين خلف سجون الاحتلال. أنا والدة الأسرى هشام أبو صغيب وعلاء أبو صغيب، أتمنى لهم الفرج القريب العاجل وأقول لهم اصبروا وصابروا، إن الله مع الصابرين. لا بد للليل أن ينجلي ولا بد للكيد أن ينكسر، ومن عنا جميع الأهل والأقارب والأخوة والجيران يهدوهم ألف حمل سلام، وأتمنى من الله عز وجل أن يفك أسرهم من هذا السجن الظالم، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير. أنا والله صلي 7 شهور ما زرت لأني مريضة وما بقدرش أوقف على المعابر، صعب المعبر بقدرش أوقف على المعبر، وإن شاء الله يا رب الفرج الكريم لجميع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال. اليوم زيارتنا لمنطقة الصليب وتضامن مع الأسرى، هي بنوجه رسالة دائما للأسرى، بنوجه لهم التحية أولا وكل التقدير لهم ولصمودهم ولثباتهم ولتضحياتهم، ومن خلال هذا الاعتصام احنا دائما هي نافذة التواصل مع الأسرى أولا قبل ما نناشد أي مؤسسة دولية. احنا دائما نحسس الأسرى ان احنا ملتفين حول قضيتهم وحاسين بمعاناتهم وايضا ملتفين حول اسرهم، فاليوم احنا بنلتقي مع اسرهم نشد من ازرهم، وايضا بنفتح نافذه او بنتواصل مع الأسرى في سجون الاحتلال اللي هي من خلال هذه الشاشات اللي بنحييها اليوم وسائل الاعلام المحليه وتلفزيون فلسطين اللي هم بيفتح لهم هاي النافذه يتواصلوا مع اهلهم يطمئنوا على وطنهم وعلى شعبهم وعلى قضيتهم ان شاء الله، وان شاء الله احنا يعني مطمئنين لسير القياده وتوجهها في الدفاع عن قضايا شعبنا كامله، ومن ضمنها بالتاكيد هي الأسرى، قضيه الأسرى على رأس الأولويات. نقول لأسرانا الأبطال كل عام وأنتم بخير، لأمهات أسرانا، لأطفال أسرانا، لإخوة وأخوات أسرانا، عاده الله علينا ونحن محررين، وأنتم أيها الأسرى الأبطال في أحضان عائلاتكم إن شاء الله في العام القادم. في نفس الوقت هذه مناسبة حقيقية ودينية نقول فيها لكل هذا العالم، لا يعقل أن يبقى أسرى أطفال الأسرى الفلسطينيين يخوضون عيدا تلو العيد وأبائهم هناك داخل الأسر. كفى استهتارا بقيم الإنسانية في هذا العالم. نقول أيضا لكل جماهيرنا الحبيبة في هذه المحافظة وكل محافظات الوطن أن قضية الأسرى هي من أولى أولويات الشعب الفلسطيني، لأن هناك أكثر من 7000 أسير تحديدا بعد العدوان على غزة. إحنا طلاب جامعة القدس المفتوحة تدريب ميداني 3 متضامنين مع الأسرة، وإن شاء الله أنه عيد خير على كل الناس والأسرة، وكل عام وانت بخير ونعاد عليهم بالصحة والسلامة، وإن شاء الله الله بفك أسرهم وبفرج عنهم يا رب يا الله. برنامج طول كرم اليوم يأتيكم برعاية شبكة مطاعم هني هني، خلطتنا لها مذاق لا يقاوم. أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم عن الأسيرة نوال السعدي من سجن هاشرون، وذلك عبر حاجز جبارة جنوب مدينة طول كرم عقب 20 شهر من الاعتقال. الحمد لله. أهلين حبيبتي، أهلين، الله يرضى عليك. الحمد لله، الله يسلمك. الحمد لله، هيانا. الله يسلمك يا رب. الله يسلمك. والحمد لله يا الله. يا زالت الهموم إن شاء الله. يا والله يا نجرة. اسمع لطف اسمع. يا والمرحى من الله. طلعت وبعدها بتسلم هذاي هون على الحمد لله على الفيلم ولكن على الطياره حرام على
بالنسبه للاسرات يعني احنا معاناه كبيره داخل السجن، وبتعرف داخل الاسر شو المعاناه وشو يعني بنعانيه. شو اللي بيعانوه هناك الاسيرات يا حجي؟ خلي العالم يسمع. احنا بدنا تحرك من الكل، من كل الشعوب انه تتحرك بالنسبه للاسرى، يعني الاسرى هم اكثر شيء هم مهمين لنا. الاسيرات كثير معاناه، كثير اوضاعهم الصحيه بالنسبه لنينا الجربوني سنوي معاناه بالنسبه للمراره، ما كان اي حدا يتحرك إلها إلا تحرك من برا المحاميين اللي هو صرصور. شو بدهم الأسيرات؟ الأسيرات بدهم يهتموا فيهن، مطالبهن إنه تهتموا فيهن أكثر. كثير صعبات إنه الحرمان للأولاد، حرمان الواحد الزيارة، يعني هسه حاسة إني بحياة جديدة إلي. برنامج طول كرم اليوم يأتيكم برعاية شبكة مطاعم هاني هاني، خلطتنا لها مذاق لا يقاوم. ودع أهالي طول كرم صباح اليوم قافلة حجاج ذوي الأسرى من أمام مقر محافظة طول كرم. لبيك يا ربي يا غافر الذنب يا قابل التوبة، لبيك من قلبي. لبيك يا ربي يا غافر الذنب يا قابل التوبة، لبيك من قلبي. يا رافع السماء يا عرفات وأنت لي حسبي، يا رافع السماوات يا منزل الرحمات، أدعوك في عرفات وأنت لي حسبي. لبيك يا ربي قابل التوبة، لبيك من قلبي. لبيك يا ربي يا غافر الذنب يا غافر الذنب يا قابل التوبة، لبيك من قلبي. يا صاحب المنن أدعوك للوطن نصرا مدى الزمن في السلم والحرب، يا صاحب المنن أدعوك للوطن. الحمد لله رب العالمين، يعني شعور جميل جدا، يعني احنا رايحين نزور رسول الله، واحنا رايحين برحله بطاعه الله سبحانه وتعالى، وبنوجه ان شاء الله رب العالمين يعني تحيتنا للرئيس ابو مازن وكل القائمين على هذا الانجاز يعني المشرف. احنا فرحانين جدا لانه يعني زي هذه اجت الرحله مفاجئه، والحمد لله الناسين منتظر فيها والسنه تحققت الحمد لله، واحنا بنشكر كل من ساهم في يعني انجازها ان شاء الله. بارك الله فيكم اخواننا، الله يسعد صباحكم. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله رصيني انه زي ما تحققت هاي رحله الحاج يتحقق له امله يعني في دوله فلسطين عاصمه القدس ان شاء الله. بارك الله فيكم. والله شعور لا يوصف، يعني انا رايحين نؤدي فريضه الركن الخامس، ان شاء الله ربنا بتقبل منا، من يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يرفض ولم يفسق رجع كما ولدته، ان شاء الله ربنا متقبل منا وبنرجع من اول جديد صفحه بيضاء. على باب الخلفه يا شباب،
ان شاء الله اول شيء ندعو الجميع الشعب الفلسطيني للوحده وانه نكون صف واحد، والله نشكر فخامه الرئيس على هاي المكرمه لانه اهتم باهل الشهداء، وكمان نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله واهتمامه باهل الشهداء، بارك الله فيهم وجزاهم الله خير. والله شعور لا يوصف يعني، والحمد لله رب اللي انتظرنا هذا يعني اليوم فارغ الصبر يعني، حتى ربنا سبحانه وتعالى قدرنا واحنا ان شاء الله بنقدم المناسك على وجه الرياض يا ربنا، ونشكر اللي قايمين على هذه المؤسسه. احنا الان ضمن مكرمه خادم الحرمين في السعوديه لاداء فريضه الحج عن اسر الشهداء في هذا العام، عدد الحجاج هو 32 حاج، طبعا من ضمنهم اللي هو انا كمرشد لهذه البعثه. نسال الله عز وجل ان تكون هذه الرحله ميسره وموفقه لجميع اهالي الشهداء في هذا العام. يا قابل التوب لبيك من قلبي، لبيك يا ربي يا غافر الذنب، يا قابل التوب لبيك من قلبي، لبيك من قلبي. برنامج طول كرم اليوم يأتيكم برعاية شبكة مطاعم هاني هاني، خلطتنا لها مذاق لا يقاوم. استقبل محافظ محافظة طول كرم اللواء الدكتور عبد الله كمال كل من وكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان زياد أبو عين، وذلك لبحث سبل للتعاون المشترك في كلا الجانبين. ما يتعلق بزيارة الأخ زياد أبو عين والوفد المرافق له في إطار الهيئة هيئة مقاومة الاستيطان التي شكلت حديثا، كلها تدور في إطار وضع الآليات التي من خلالها يتم إشراك أبناء شعبنا في مقاومة الجدار والاستيطان، لأن أهم ما يشغل بال الفلسطينيين هو موضوع مصادرة الأراضي. الأرض هي جوهر الصراع فيما بيننا وبين الإسرائيليين. نحن في فلسطين ومن خلال هذه الوزارة أبرزنا هذا الاهتمام، ولا بد من أن تنشط حتى المرأة نفسها حتى تحصل على حقوقها، لا بد من أن تأخذ مكانتها ودورها الطبيعي والطليعي. هذا مجتمعنا متنور ومجتمع مثقف، مجتمع حضاري وواعي، وفي هذا الإطار يجب أن يبرز دور المرأة لأنها غاية في الأهمية، فهي المربية وهي المناضلة وهي الأسيرة وهي التي فعلا يعتمد عليها في الكثير من المسائل الاستراتيجية والهامة في حياة شعبنا الفلسطيني. احنا نتشرف اليوم بزيارة محافظة طول كرم من أجل النقاش واللقاء والنقاش مع عطوفة المحافظ عن مراكز التواصل، لأن احنا كوزارة شؤون المرأة هذه المراكز تهمنا، مهمة جدا عندنا، وهي الذراع الأيمن والتنفيذي لوزارة شؤون المرأة وعملنا، بالتالي نعول كثيرا على هذه المراكز. فجئنا للزيارة عمل زيارة لعطوفة المحافظ من أجل تبادل وجهات النظر حول هذه المراكز ودورها وفعاليتها لنا وللمرأة الفلسطينية. محافظة الكرم من المحافظات التي تتعرض إلى عدوان إسرائيلي مستمر من ناحية الجدار، من مصانع الكيماوية الموجودة على أراضيها، من ابتلاع الأراضي الزراعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، من منع عملية التطوير العمراني في مناطق جيم. كل هذه قضايا تهمنا كهيئة مقاومة الجدار والاستيطان. سنتعاون نحن والأخ عطوفة المحافظ في برنامج وطني فلسطيني كامل شعبي جماهيري قانوني في مقاومة هذا الجدار ومقاومة هذا الاحتلال الإسرائيلي. برنامج طول كرم اليوم يأتيكم برعاية شبكة مطاعم هاني هاني، خلطتنا لها مذاق لا يقاوم. استقبل
استقبلت بلدية الكرمة اليوم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان والوفد المرافق له، وذلك لاطلاعه على واقع الاعتداءات الاستيطانية الإسرائيلية على أراضي المحافظة. الحقيقة هي تأتي في يعني برامج الزيارات المعتادة حول يعني التي تعنى وتهتم في قضايا الجدار وقضايا المدن والهيئات المحلية التي تضررت من وجود هذا الجدار وكيفية أيضا معالجات هذه القضايا. وهناك في عدة قضايا أخرى بتم ترتيبها، في قضايا بتتعلق بقضايا أخواننا الفلاحين اللي بيمارسوا نشاطاتهم خلف الجدار والتصاريح المتوفرة لذلك، بالإضافة إلى أنه عدم شرعية هذا الجدار ومدى الأذى الذي أوقعه سواء بالأراضي الزراعية أو حتى بالمدن أو حتى كما يعني في مدينة طولكرم منطقة الصناعات الكيماوية التي تلحق كبير الضرر في أهالي هذه المدينة وضاحية ارتاح على وجه الخصوص. وبالتالي القضايا المشتركة ما بيننا وما بين هيئة متابعة الجدار أو وزارة الجدار هي قضايا كثير يعني ملحة وقضايا كثير يجب رعايتها ويعني معالجة العديد منها ويعني إظهارها وإبرازها لما تلحق به من ضرر لعموم الشعب الفلسطيني والهيئات المحلية وقطاع المزارعين والفلاحين بشكل خاص. كل هذه الزيارات هي تأتي في سياق التنسيق على مستوى عالي ورفيع المستوى ما بين المؤسسات الأهلية، المؤسسات المجتمعية، المؤسسات الحكومية ضمن برنامج وطني فلسطيني كامل متكامل يستهدف الاحتلال، يستهدف الاستيطان، يستهدف الجدار. برنامج طول كرم اليوم يأتيكم برعاية شبكة مطاعم هاني هاني، خلطتنا لها مذاق لا يقاوم. نظم مجلس اتحاد الطلبة في جامعة فلسطين التقنية خدوري اليوم حفلا لاستقبال الطلبة الجدد للترحيب بهم ولدمجهم في بيئة الجامعة. نحن في مجلس اتحاد الطلبة في كل فصل من في كل سنة من السنوات نعمل حفل لاستقبال الطلبة الجدد، نرحب بهم، نعرفهم في مجلس اتحاد الطلبة. نحن موجودون دائما في خدمة هؤلاء الطلبة، ننظم دائما الاحتفال، نقوم بعدة فعاليات توصل الفكرة للطالب وبالذات الطلاب الجداد بيجوا بلدهم بس كثير بيعرفوا في أمور الجامعة، فإحنا بنوصل أفكار لهي الطلاب وإحنا بنرحب فيهم في كل سنة من السنوات. إحنا في جامعة فلسطين التقنية خضوري نسعى سنويا وبالموسم بعد نتائج الثانوية العامة نفتتح دورة التسجيل الجديدة للجامعة، وتعمل إدارة الجامعة على استقبال الطلب الجدد، وهذا الاحتفال الذي نتواجد فيه الآن هو للطلبة، لمجلس اتحاد الطلبة الذي أيضا له دور فاعل في استقبال الطلبة من خلال توجيههم إلى جهات الاختصاص. أما دور الإدارة هو توزيع الطلبة ضمن معدلات قبولهم على كليات الجامعة الخمسة، والسعي أيضا لتوفير ما يلزمهم في حياتهم الجامعية من سكن من خارج المحافظة، وكذلك في الفترة الأخيرة عملنا على توفير المواصلات للطلبة المسافرين من الجامعة وإلى مجمعات الخراجات، بالإضافة إلى الاهتمام بمواقفهم الإشكالية التي يتعرضون لها في الفصول الأولى الأكاديمية والحياتية، والجامعة تسعى دوما إلى تسيير حياتهم وكذلك تذليل الصعوبات والهموم التي يواجهونها. برنامج طول كرم اليوم يأتيكم برعاية شبكة مطاعم هاني هاني، خلطتنا لها مذاق لا يقاوم. وزعت الخدمات الطبية العسكرية والأمن الوطني في روضة جيل الأمل هدايا وميزان حرارة للأطفال لإضفاء نوع من السرور في نفوس الأطفال ولتعريفهم بميزان الحرارة ووظيفته.
بتنسيق مع الأمن الوطني والخدمات الطبية العسكرية لزيارة مع مديرة الروضة روضة جيل الأمل على سبت جينا للأطفال نعلمهم كيف نستعمل ميزان الحرارة متى نستعمله وليش بنستعمل ميزان الحرارة وشو أهمية ميزان الحرارة ومع الأخ قائد المنطقة الأخ بسام جبنا هدايا للأطفال ما نفرحهم بالفرحة هاي ونشرح لهم شو أهمية الميزان. التعاون مع الخدمات الطبية العسكرية وقيادة الأمن الوطني على يوم فعالية لروضة جيل الأمل واليوم جينا نعمل فعالية مع الأطفال وتوزيعهم ميزان حرارة للأطفال فهم علي؟ وهذا اليوم الطبي نشاط إن الأمن الوطني والخدمات الطبية العسكرية. قام مسؤول الملف الطبي في الأمن الوطني إسلام أبو شمعة وبرفقته الخدمات الطبية العسكرية مشكورين بزيارة لروضة جيل الأمل وذلك بهدف توعية الأطفال حول ميزان الحرارة وأهمية وكيفية استعماله وتعقيمه وذلك بهدف كمان كسر الحاجز لدى الأطفال وخوفهم من استعمال الميزان الحرارة كذلك قاموا بإسعاد الأطفال بتوزيع البالونات والعصائر عليهم وكان هذا مخصوص لصف التمهيدي اللي بده يطلع على المدارس وكان هناك نوع من التوعية ما بين والحديث ما بين الدكتور والممرضة حول أهمية هذه المعلومات و مرة تانية إدارة روضة جيل الأمل تتشكر لهذه الزيارة وآملين مزيد من التلاحم ما بين هذه المؤسسة وروضة جيل الأمل وكل التقدير. برنامج طول كرم اليوم يأتيكم برعاية شبكة مطاعم هاني هاني خلطتنا لها مذاق لا يقاوم. أما في حالة الطقس مشاهدين اليوم غد الأربعاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ويكون الطقس خريفيا عاديا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في المناطق السهلية وحارا في الأغوار والبحر الميت مع ظهور بعض السحب المنخفضة وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية نشرتنا الإخبارية، لمزيد من التفاصيل بالإمكان متابعة موقعنا الإلكتروني الفجر تيفي.com. إلى اللقاء.